خلينا نسمع رأي فني من أحد نجوم النادي الأهلي الكبار وأيضا المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي كابتن محمد يوسف. يا كابتن محمد ازي حضرتك؟ حبيبي كابتن اسلام، ازيك ومساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين الجمال جمهور النادي الاهلي. مساء الفل يا ابو الكباتن. يعني الاول عايزين نعرف راي حضرتك الفني في هذه المباراه. انا لسه كنت بتكلم عن ان هناك البعض مستسهل هذه المباراه. معلش انا ما سمعتكش في بقول لك هناك البعض مستسهل هذه المباراه، راي حضرتك ايه؟ مباراه سيمبا التنزاني. تنزاني لا يوم الجمعه. طبعا لا طبعا مفيش مباراه في افريقيا مع بطل وتستسهلها ابدا، وده سر تفوق النادي الاهلي وسر ان النادي الاهلي هو صاحب اكبر عدد فوز بالبطولات. ايوه النادي الاهلي دايما بيحترم الانديه، بيحترم المنافسين ايا كان اساميهم او ايا كان بيمثلوا الدول ايه. سيمبا طيب التنزاني ويانج افريكان الاثنين من الفرق المميزين جدا جدا، ومن الفرق مظبوط. اللي هي يعني ليهم اسامي كبيره، ممكن ما بيوصلوش فاينل وما بياخدوش بطوله بس ليهم باع كبير. سيمبا التنزاني اسم كبير في افريقيا وقابل النادي الاهلي قبل كده، طبعا الكفه ارجح للنادي الاهلي لكن ارجح عشان جمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي دايما بيبقوا مركزين ودايما بيبقوا مهتمين جدا وفي قمه تركيزهم في اي مباراه بيلعبوها في افريقيا. صح. ده طبعا مستهل مشوار جديد في بطوله جديده. ودي مهمه جدا 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 انك لما تخش بطوله جديده لسه اول مره فانت بتبذل قصاري جهدك ان انت بتبعت رساله او بتقول ان انا مصمم وعندي يعني عزيمه واصرار ان انا افوز بايه؟ بالبطوله دي يعني. بس طيب من الناحيه الفنيه اهم ما يميز هذا الفريق او اهم ما يميز الفرق في تنزانيا يا كابتن محمد؟ بص تنزانيا طبعا الفتره الاخيره يعني حصل فيها تطور على مستوى المنتخب بس مش قوي قوي، لكن الانديه سيمبا من الانديه اللي هي في افريقيا الانديه اللي بتخش دوري المجموعات باستمرار. لا وعندهم مستثمرين جدد اعتقد، ويعني جايبين 12 13 لعيبه، 12 13 لاعب جديد منهم ميكيسوني لاعب النادي الاهلي السابق ومدرب حراس مرمى من اسبانيا كده. هم ضخوا يعني قدرات ماديه كبيره جدا الفتره الاخيره دي. صح. نتيجه رجال اعمال بيستثمروا في الكره التنزانيه وفي الرياضه التنزانيه، فدي طبعا القت بظلالها على فريق سيمبا التنزاني وخصوصا مشاركته في البطوله. فطبعا جابوا ميكيسوني طبعا وعارفينه، ميكيسوني لويس ميكيسوني كان لاعب الاهلي قبل كده فلاعب من اللعيبه المميزه وهيضيف لهم اضافه كبيره جدا، بالاضافه لعندهم خط ظهر مميز. عندهم خط ظهر كويس يعني لعيبه كلها تقدر تقول انها تصنيف اول بالنسبه لافريقيا. زي ما انت قلت عندهم مدرب حراس مرمى اسباني وده بالتالي هيرفع من مستوى حراسه المرمى عندهم. مدرب برازيلي. ومدرب طبعا محترف برازيلي وده برضه هيعمل طفره عندهم. بس انا اللي عايز اقوله ان سيمبا التنزاني من الفرق عموما اللي هي ليها باع كبير في بطولات افريقيا ودايما مشاركه في بطولات افريقيا وهتلعب قدام النادي الاهلي باستقلال وبروح عاليه قوي قوي قوي. ليه؟ لان طبعا انت عارف الماتش على ملعبهم ودي طبعا هتعتبر فرصه بالنسبه لهم قويه قبل ما يجي مباراه العوده. صح. يقول لك انا بلعب على ملعبي احاول ان انا اعمل نتيجه ايجابيه، اضغط على النادي الاهلي، احاول اعمل كل الحاجات اللي انا اقدر ممكن اعملها في ملعبي، لان لما هروح ملعب النادي الاهلي او لما هلعب مباراه العوده مش هيبقى في صالحه قوي نتيجه جمهورنا ونتيجه ملعبنا ونتيجه اجواءنا. فهو برضو بيلعب على ملعبه واخد ثقه ملعبه واخد السبورت بتاع الجمهور بتاعه. دي كلها حاجات هتفرق معايا. النادي الاهلي في مثل هذه المباريات يا كابتن محمد حاله الارهاق اللي جاي بيها معظم اللاعبين اللي كانوا بيلعبوا مع المنتخبات الوطنيه وهاخد رايك. اكبر منافس او يعني اكبر نقطه كابتن اسلام اللي انت قلتها دي المرعبه واللي هي تخيف ان انت عندك 7 لعيبه يعني عندك من ورا كده عندك الشناوي عندك محمد عبد المنعم عندك علي معلول مع منتخب تونس عندك اليو ديانج
عندك كل اللاعبين بقى اللي هم كانوا بيلعبوا سواء مع المنتخبات الخارجية أو فرساو. منتخب مصر. فرساو برضو، حسين الشحات يعني اشترك فترات قليلة، ياسر إبراهيم برضو المباراة الأخيرة، محمد هاني برضو. فاللي أنا عايز أقوله إن دي مع السفر مع الإجهاد دي أكتر حاجة مخيفة، وأكتر حاجة أعتقد الجهاز الفني بوكاد كولر هيعمل على الكفري والاستشفاء بالنسبة لهم، ويشوف مين يقدر جاهز إن هو يؤدي هذه المباراة. لكن الأهلي أعتقد عنده قايمة، والقايمة دي تساعده كويس قوي إن إذا كان في حد مجهد، إذا كان في حد الاستشفاء بتاعته مش كاملة، يفضل إنه ما يشتركش عشان تتجنب الإصابات، لأن ممكن في الحالة دي ممكن يحصل إن واحد يلعب ويكون مش يعني مش فول ريكفرد زي ما بنقول كده، كامل الاستشفاء بتاعه، أيوه. فيتعرض للإصابة وبالتالي يتعطل أكتر من مباراة يغيب عن النادي الأهلي. طيب مثل هذه المباريات، المباراة الأولى هل بيكون ليها تكتيك مختلف عن المباراة الثانية، ولا من المفترض إن النادي الأهلي بيلعب بتكتيك واحد أمام الجميع أو ذهابا أو إيابا؟ يعني كل مباراة ليها ظروفها، زي ما كنت بقول لك لعيبة جاية من المنتخب، لعيبة جاية من سفريات راكبة، يعني لعيبة هتخش في ناس، يعني أنا أعتقد إن اللعيبة كلها تقريبا هتروح على تنزانيا أعتقد، يعني مش عارف إذا كانوا هيروحوا على تنزانيا دايركت ولا هيجوا على هنا. لعيبة ايه المنتخبات يعني؟ لا كلهم موجودين يا كابتن في ميعاد علي معلول. في ميعاد علي معلول اعتقد هيطلع على تنزانيا علي بس اللي هيطلع على تنزانيا، لكن كل الباقي متواجدين. يعني النهارده لعيبة منتخب مصر وصلوا ونزلوا التمرين النهارده امامنا، تمام. واليو ديانج جاي بدري اصلا بسبب ما انا عايز لعبش ماتش اقوله طبعا السعودية النهارده كده. كولر هيبدا يشوف اللعيبه ويبدا يشوف هل حالاتهم تسمح، لان دي برضو هتفرض على كولر يفكر هل يلعب عادي، يلعب جيم عادي ويضغط على الفرقه ايوه ويحاول يسجل من هناك، صح. واعتقد اسلوبه، واعتقد ده هو اللي بيفكر فيه ان هو يصعب الامور على الفريق من هناك من الاول. ايوه فتيم كبير زي الاهلي بيلعب في افريقيا اعتقد انه بيفرض اسلوبه، خصوصا ان احنا بنلعب في ادوار تمهيديه، فبيفرض اسلوبه على الفريق ذهاب وعوده يعني. ايوه فدي اعتقد الفكره الاقرب واللي هي يعني بتدور في راس الجهاز الفني، ان هو يحاول يلعب جيم هناك، يحاول يسجل، وخصوصا انه عنده اوراق كويسه جدا في الجانب الهجومي تقدر ان هي تفرق معاه، وتقدر ان هي يعني تعمل له تفوق على فريق سامي. طيب كابتن يوسف، امبارح شفت مباراه منتخبنا الوطني امام المنتخب الجزائري، واحده من افضل المباريات اللي عملها منتخب مصر. المباراة امبارح مباراة دولية ودية، بس خدت صبغة رسمية نتيجة طبعا الاسمين الكبار في افريقيا مصر والجزائر. الحماس بتاع اللعيبة جوه الملعب والاجواء ودي كلها كانت يعني اجواء حول المباراة ادتها اهمية، واحنا بنتفرج مش حاسين دي مباراة ودية خالص. صح. حاسينها مثلا سيمي فاينل افريقيا، فاينل افريقيا، حاجة كده. الطرد بتاع محمد هاني صعب المباراة على منتخب مصر، لكن انا بحيي روبي توريا، لان روبي توريا عمل تغييره انا كنت متخوف ان يلعب ثلاثه ورا، يلعب بعلي جابر ويلعب بمحمد عبد المنعم ومحمد حمدي، ويبدا يكمل زي ما هو ويبقى على حساب خط الظهر ورا، لكن هو خرج زيزو، ودي تغييره موفقه لان حمدي فتحي والنني هيقدروا يمتلكوا شويه وسط الملعب ويمتلكوا الاستحواذ ويقدروا يدافعوا كمان، أيوة. عن سلطة تريزيجيه شويه، مصطفى محمد شويه، صلاح شويه، لكن تغيير ان هو طلع زيزو ونزل عمر كمال عبد الواحد، دي حافظ على الرباعي اللي ورا، فبالتالي قفل الاتحاد بتاعته الخلفيه. تغييراته طبعا على مدار المباراه انا شايفها التغييرات كلها مظبوطه، لان طبعا اللعيبه بذلت مجهود كبير جدا، فبدا يستخدم طارق حامد بدل حمدي فتحي، بدا يستخدم مرموش بدل تريزيجيه، يعني حسين الشحات بدل مصطفى محمد، يعني بدا يعمل التغييرات عشان يقدر يحافظ على معدلات الجري لغايه نهايه المباراه. ايوه طبعا يعني الهدف طبعا اللي احرزه اسلام سليماني هدف هو مميز فيه جدا، اسلام سليماني من الروس حربه اللي بتلعب على ضربات الراس في افريقيا، ومميز جدا وليه باع كبير جدا في الكره العربيه،
فانا كنت متوقع ان ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم كانوا يعني يحطوه تحت رقابه شديده جدا، لان هو ليه يعني، هو اعتقد ان جمال بالماضي اول ما سخنه ونزله انا كنت متوقع ان هو اذا هي يعني اذا لا قدر الله يبقى في هدف هيبقى عن طريق اسلام سليماني، لانه هو مميز وفعلا اتعملت له كروس وقدر يطلع يسجل منه. فدي برضو بتعيد شويه حته المراقبه في الكرات العرضيه، لكن انا شايف منتخب مصر عمل مباراه، الشناوي انقذ اكثر من كره اكيده اكثر من هدف اكيد، صح، ودي يعني ميزه كبيره جدا. فاعتقد ان المباراه كانت مفيده جدا، وروي فيتوريا اطمن على عناصر كتيره في منتخب مصر. كابتن يوسف، اخيرا المنتخب الوطني قادر على ان هو يعمل شيء في بطوله الامم، او ماذا ينقص منتخبنا الوطني علشان يقدر يفوز ببطوله كاس الامم الافريقيه؟ التوفيق. يعني انت خرجت من كاس امم او خسرت كاس امم افريقيا وطلعت من كاس العالم على ضربه جزاء، فانت بتتكلم في التوفيق. اعتقد ان منتخب مصر ناقص التوفيق، وده كلمه كبيره جدا، دي ليها معاني كثيره جدا. ان يجيلك التوفيق فلازم يبقى في شغل كتير، لازم يبقى في تضحيه، لازم يبقى في لسته عمل كبيره جدا عشان توصل وتاخد بطوله افريقيا تاني بعد غياب من اخر بطوله 2010. النهارده يعني منتخب مصر من المنتخبات المرشحه، لكن ينقص التوفيق. فلا بد عشان يجيلنا التوفيق لازم يبقى في اخلاص وفي عمل وفي تضحيه وفي حاجات كثيره جدا. انما احنا عندنا عناصر مميزه وعندنا عناصر كويسه وعندنا عناصر بديله وعندك لعيبه محترفين ومحترفين في اكبر منتخبات، اكبر قصدي دوريات في العالم، عندك في انجلترا عندك في المانيا وتركيا يعني منتخب، عندك كل تقريبا الدوريات الكبيره. حتى المنتخبات، حتى اللعيبه اللي هي في مصر هنا لعيبه تقيله ولعيبه خدت افريقيا ومتمرسه ولعبت قدام لعيبه كبيره. فاعتقد ان انت منتخب يعتبر يعني تصنيف اول، واحنا مش يعتبر، احنا فعلا تصنيف اول، يعني احنا مصنفين اول حاليا. فبالتالي ناقصنا بس هي حته الروح وحته اسعاد الجمهور المصري، الجمهور صحيح. الشعب المصري ده لو اللعيبه عايزه تسعده ورايحه باصرار انها تسعد الشعب المصري هتجيب البطوله ان شاء الله من كوت ديفوار. انا بشكرك جدا يا كابتن محمد على وجودك معانا، كابتن محمد يوسف نجم النادي الاهلي السابق والمدير الفني الاسبق للنادي الاهلي، وزي ما حضراتكم شايفين كلام مهم جدا جدا فيما يخص هذه المباراه، مباراه الاهلي وسيمبا التنزاني، وفيما يخص ايضا مباراه منتخبنا الوطني امام المنتخب الجزائري.